دونك اهلا وسهلا بالجميع، ما رضا الله الا برضاء الوالدين. اليوم تجربه جديده. سومو مكيش 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 خويا السومو وقع مقيلة صغيرة
الكاونات نتاعها بطبيعة الحال بيض غم جبن سلايس شوفريت والصوص والتوابل نتاع اشقائنا في المغرب ما حبش يعطينا التوابل ولا محالة يعتبرها سر من اسرار المهنة نتاعو دونك يعطيه الصحة باش نجربوها نذوقوها ونعطيكم راينا معه حايد مخيط وكيف ما قلت لكم يلا بسم الله يا جماعة نشوفوا المقايلة بطبيعة الحال كيف ما قلنا زيت زيتونة بسم الله مقايلة في لود مير فيها الحار حارة معناها عامل لها رشه تاع فقه سلايس ورشه تاع بازيليك بطبيعة الحال غير نقول لكم شكون تشبع باش نثبت الساعه يا جماعه ماهوش وزمني نسال الاخضر هذا تقريبا كان صدقني ربي كسبر لا ماهوش حبق كسبر مرحي كأنه بازيليك كي تشوفوا كأنه بازيليك عطاو نزيد نسولو لكم على السومة نتاعها كي تاخذوا واحدة عجة في تونس نتاع عجة في رويدمار نفس المطعم ثم حاجتين نضافوا تلفوا على العجة في الودمير نتاعنا في تونس السلايس اللي هو ما نعملوش احنا في تونس سلايس في العجة والكوسبر اللي استعملوه الاخرين في المغرب في التوفيح نتاع الماكلة نتاعهم صراحة بنا خارق العادة جميلة جدا تخليك انك تاكل حاجة مرتاح مع الخبز نتاعهم خبز سبيسيال كان الكوش نتاعهم صغيرة اللي شفتها انا سيرتو لهنا في الدار البيضاء معه حايد مخيطو مخيطو هو بيدو نفس المخيط نتاعنا اللي تعمل هو انترناسيونال مع شوية غلاسون خارق العادة دونك هذا الفيديو نتاعنا اليوم من كازا كيف من الناس الكل تحب تسماه من الدار البيضاء ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتاعنا ان شاء الله تعجبكم التجربة المقايلة يا جماعة مرحبا بكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وما يرضى الله إلا برضاء الوالدين